الله سبحانه وتعالى أوجب علي أن أعتقد أنه هو الرازق، إذا شاء رزقني جالسا أو طالبا للرزق، لكن من جهة الفعل فرض علي أن أخرج وأن أتحرك وأن أطلب الرزق، يجب علي أن أكف وجهي عن الناس، لكن أعتقد أن الله هو الرازق، إذا خرجت وشاء أن يرزقني يرزقني، وإذا لم يشأ لا أرزق. وأعتقد أني لو بقيت جالسا الله سبحانه وتعالى يرزقني، لكن أوجب علي الطلب، وكذلك في الكورونا أوجب علي أن أعتقد أن النافع والضار هو الله، إذا شاء أن أصاب أصاب، وإذا لم يشأ أن أصاب لا أصاب لا أصاب. لكن ماذا يجب علي؟ يجب علي أن لا أترك الوسائل أو أترك الإرشادات التي قال بها الأطباء، من كمامة، من اجتماعات، من الذهاب إلى أرض الوباء، من القدوم إلى أرض الوباء أن أخرج منها. فيجب التفريق بين المسألتين، بين ما يجب اعتقاده وبين ما يجب فعله.